تعالوا نشوف الحالة دي مع بعض. واحدة عندها 37 سنة Asian woman، عندها 6 months history of fatigue with skin ulcers وبيليروبين gallstones recurrent pneumonias. الوصف ده typical لحالات السيكل سيل أنيميا عامة، إن هو بيحصل هيموليسيس جامد قوي والديفكت نفسه بيأثر بطريقة بيقلل الكومبلمنت بيؤدي إلى recurrent pneumonias زائد سكين ألسرز بتحصل فيها، والهيموليسيس اللي على طول شغال بالليروبين يعمل لي بالليروبين ايه جول ستونز. فدي تيبيكال، وعشان كده حتى السيكل سيل انيميا دايما نحب نديهم ايه نيوموكوكال فاكسينيشن، حاجه فايتال ايه في علاجهم. شي واز يعني او هاز بين اون ستريكت فيجيتيريان دايت فور ذا باست 3 مانثس، يعني بقى لها 3 اشهر ستريكت فيجيتيريان. ده يساوي عندي احتمالية ايه نقص في بعض الحاجات المعروف ان هو الفيجيتيريانز دول ممكن بي 12 يحصل فيها ديفيشنسي ليهم، لكن يوجوالي بتاخد مدة اطول، لكن مش شرط على حسب ايه كل حالة. last week she had fever وكوف with sputum، بدأ يجي لها infection واضح في respiratory infection ومعها chest pain لمست على البلورا، and was started on antibiotics. يعني جالها chest infection جامد هذه الحالة لسه الأسبوع اللي فات. physical examination لقينا pale face كان anemic و moderate fever و tachypnea و tachycardia منطقي مع chest infection و normal blood pressure. laboratory tests لقينا sickled RBCs، وده لسه بقول لكم دي تمشي مع السيكل سيل انيميا اللي فيها السكين ألسرز وريكرنت انيمونياز وبيليروبين جولستونز، ده تيبيكال مع السيكل ايه سيل انيميا. ولقينا نورمال مين كورباسكولار فوليوم عند الحاله، وريتيكولوسايتس كانت نورمال. هو تيبيكالي في الهيموليسيز الريتيكولوسايتس المفروض يحصل فيها ايه لو اكيوت هيموليتيك ايه كرايسيس او كده، الريتيكولوسايتس تيبيكالي في الهيموليسيس بتبقى عاليه عشان تكمبنسيت البون مارو بيحاول يعوض بيطلع ريتيكولوسايتس كتير وتحاول ايه تكمبنسيت اللي بيحصل، فتيبيكالي ريتيكولوسايتوسس. فهنا ان الاقي نورمال اهو، ما هي دي النورمال اهي، نورمال ريتيكولوسايتس دي بدايه ايه قلق لوحدها. يعني انا عندي حاله هيموليتيك انيميا وسيكل سيلز وابص الاقي النورمال ريتيكولوسايتس في بدايه ايه هنا حاجه مخي يروح على احتمال بون مارو سبريشن فور سام ريزون. الوايت بي سيز كانت نورمال. اليفيتد ال دي اتش اند بيليروبين ويتش از تيبيكال في الهيموليسيس، الخلايا اللي عماله تتكون من البون مارو والاكتيفيتي بتاع دي بتتكسر ويبدا يطلع منها ال دي اتش وبيبقى عالي فيها، بتبقى young cells وعمالة تتكون على طول، LDH content بيبقى عالي، والبيليروبين ها برضو بيعلى من التكسير الخلايا. هيماتوكريت كانت 30% فقط، الأسبوع اللي فات كانت 45%، يعني sudden decline في الهيماتوكريت خدوا بالكم. والريتيكولوسيتيك كاونت كمان بدل ما يبقى الريتيكولوسيتوزس مع الهيموليسيس بقى normal. فهنا السؤال what is the most likely cause of the low hematocrit في الحالة دي؟ طبعا ممكن واحد يفكر في الهيماتوكريت ان هي ايه سببها الهيموليسيس، لو كان سببها الهيموليسيس ها كان الريتيكولوسيتيك كاونت بقى عالي لو كان سبب، لكن هنا في فاكتور اخر ها في يعني ايه مستخبي ورا الا وهو حاجة اسمها الابلاستيك ايه كرايسيس، اللي هي الناس اللي عندها هيموليسيس جامد جدا جدا في بيدخلوا ساعات البون مارو بيبقى اكزهوستد لدرجه يفيص زي ما بيقولوا مش قادر يكمل، ما بقدرش قادر يكمل، يدخل في اكيوت ابلاستيك كرايسيس ان كيس اوف سيكل سيل انيميا. فهنا السؤال جماله ايه؟ ان دي لو سيكل سيل انيميا هيموليسيس عادي هو اللي موطي الهيماتوكريت لوحده كنا لقينا 100% ريتيكولوسيتيك كاونت ايه عالي، لكن ده كان نورمال اهو نورمال امين كورباسكولار فوليوم ونورمال ريتيكولوسايتس. ها كوني الاقيها نورمال معناها لا ده المفروض تبقى عاليه يبقى في سبريشن هنا حاصل، وده يفسر لي حاصل اكيوت ابلاستيك كرايسيس ان كيس اوف سيكل سيل انيميا. ودي مشهوره جدا مع عيانين الهيموليسيس ان البون مارو بيبقى اكزهوستد
وده ممكن يمشي مع lack of proper nutrition في last 3 months، ما بتاخدش اي فيتامين بي 12. الله اعلم بيدوها كان فوليك اسيد سبلمنت ام لا، ولكن البون مارو من شده الهيموليسيس ساعات مع انفكشنز مع كذا بيدخل في ابلاستيك كرايسيس، يقول لك خلاص انا مش قادر اشتغل. ها تبص تلاقي ايه الريتيكولوسيتيك كاونت يبدا يقل، ها ما هو ده اللي بيدل على البون مارو اكتيفيتي، هو هنا لسه فبقى نورمال بدل ما هو ايه عالي. وده يفسر لي ايه سبب اللو هيماتوكريت، لان مخنا هيروح على ده الهيموليسيس ها ولا ابلاستيك ايه كرايسيس ايه مقلله البون مارو اكتيفيتي. دي تيبيكال ابلاستيك كرايس، لان لو كانت هيموليسيس كنا لقينا الهيماتوكريت ايه كنا لقينا سوري انا اسف الريتيكولوسيتيك كاونت ايه عالي. ودي صورة لطيفة جدا هنا زي ما بقول دي حالة أكيوت أبليزيا في البول مارو تريجرد باي نيو ريسبيراتري انفكشن، حصل لها زي ما شفنا ريسبيراتري انفكشن فولود باي القصة دي ايه كلها. فالتريجرينج فاكتورز هنا ممكن تبقى متعددة، ولكن الريسبيراتري تراكت انفكشن one of the contributing factors ممكن يعمل acute aplastic crisis في عيانين الكرونيك hemolysis زي دول. وده normal bone marrow، ودي حالة proliferation عالية قوي اللي هي العكس خالص acute leukemia، ودي بنوريكم العكس بقى فقه empty bone marrow aplastic bone marrow، فبيحصل لهم ساعات exhaustion في bone marrow ويدخلوا في الشكل اللي احنا شايفينه ده aplasia نتيجة انه خلاص bone marrow مش قادر يكمل ايه معاهم. ونشوف السؤال اللي بعد كده بإذن الله.